مرحبا وصباح الخير. اليوم صحيت بدري على الساعة تقريبا 5:30-6 عشان اصور هذا الفيديو، بس لقيت انه اشي اعمله يعني بصور هذا الفيديو. وهذا الفيديو راح تشوفوه بعد 3 أسابيع تقريبا. الفيديو راح يحكي عن اسواق البالة، اسواق المستخدمة بشكل عام، سموها اللي تسموها، فيها كتير مصطلحات وكتير اسماء. الموضوع اليوم راح يكون عن الاسواق البديلة، جهة المستخدمة والاواعي المستخدمة، اللوحات، الصحون، هي بتتعدد بالاسامي زي البالة، سوق الجمعة، في ناس تقول له سوق السبت، انا كنت احكيها التزيخن اول ما صحيت على الدنيا، السكند هاند في ناس تحكولها، الرابش. بس قبل كل شيء بدي احكي، بتمنى كل حدا بيحضر هذا الفيديو نكون بهذا اليوم عن جد تخلصنا من الوباء اللي قاعد بيصير بالبلد، من كل هالمرض اللي قاعد بيصير. وبتمنى الكل يكون بصحة وسلامة وكل شيء بخير. بتمنى الفيديو يعجبكم، ورجيكم شوية شغلات انا شريتها من البالة باسعار كتير مجنونة، وماركات عالمية معروفة كمان زي بولو، زارا، بولامبير، اتش اند ام، كتير في ماركات لبس كتير مجنون. فخلينا ورجيكم من شغلة. بدي احكي انا وين انا دخلت اسواق بالة او اللي هي سكندان. دخلت بالة عمان، بالة جنين، دخلت بالة نابلس، راح اروح رام الله، قلقيلية، بعرف اذا في بيت الكرم بالة، سمعت انه في بيت لحم كمان، فراح اروح عليها وراح اوثق هذا التصوير كله. بس انا حبيت اعمل هذا الاشي وورجيكم الاشياء اللي انا عن جد قاعد بجيبها واشياء كتير حلوة وكتير ناس قاعد تسألني عنها. اول اشي راح احكي عن بالة عمان. دار شفت الدار وين؟ بالة عمان. كتير شريت شغلات منها، جبت من بالة عمان أكتر من إشي، جبت جاكيتين وجبت بوت. رح أورجيكم الجاكيت اللي جبته إلي ورح أورجيكم البوت اللي جبته إلي أنا. جبت هذا الجاكيت، إيش هو بس عليه محطوط هنا الجاكيتين طلنا عنهم النمر حرفيا، جاكيتات يعني ما فيش فيهم إشي. وهذا الشوز إير ماكس، هذا أخذته ب5 دنانير، هذا أخذته ب7 دنانير، كتير بيستاهل. عم برن على بتول، بعرفش اذا رح ترد علي. الو، صباح الخير، عشان انا بصور اشي لليوتيوب قاعد. تمام، تتذكر لما رحنا على البالة، تذكر الجاكيت اللي جبتي انت؟ اخضر؟ اه. طيب بدي تصوري لي اياه فيديو تبعتي لي اياه على الايميل، بنفع؟ انه انا لابسته؟ انت ولابستيه او تصوريه انت وحمليته في ايدك؟ هلا؟ وقت ما بدك. طيب ماشي خلص. قديش اخذنا الجاكيت يوم؟ قديش فصلت عليه انا؟ على 4. وقديش اخذنا؟ كان بده فيه 5 ونزلنا له 3. رح ارن على صاحبي حمزة، هو فرنسا، شريت الجاكيت اللي بيشبه هذا الجاكيت انا وحمزة مع بعض. صباح النور. كنك نايم؟ شو فيه؟ اسمع، اشي تافه بدي اسألك، تذاكر الجاكيت اللي جبته انا وياك؟ الاخضر. ايوان. تذاكر قديش شريناه؟ قديه؟ 4 دنانير، 4 بده 5، كان بده 5. دلينا وراء، دلينا وراء أنا وياك ومشاهدك. دلينا وراء المصري صار يحكي لنا. صح صح. انت بتعرف انه الجاكيت اللي عندي شلت عنه ال مش ملبوس؟ مش ملبوس. لا مش ملبوس، شلت عنه انت كمان. ضل رن على رحمة. رح ارن على رحمة كمان مرة. الو، صباح الخير، كيفك رحمة؟ تمام شو انت؟ عم بعمل فيديو لليوتيوب. تمام، فبدي بدي اطلب منك تصوري لي البلوزة اللي اعطيتك اياها والجاكيت، صح؟ صوري لي اياهم بس. الفيديو هذا رح ينزل بعد 3 أسابيع، بس بحضر المواد قاعد، فاهمة؟ يا شوفها بس. طيب ماشي. يكون حلوة. لا حلوة اللي انت وعالجبل اللي عجبوني الصور. يلا باي باي. اخر حدا عامل، بعرفش اذا رح يرد علي، تبعون كيس، مشغولين دائما طول الحياه. رح اسف، عم بحس اني بزعج الناس كثير بكير، بس هم اصحابي يعني المفروض يردوا. اسمع، حسيت حالي كثير واقع، عم برن على اصحابي كثير بكير. بدي احكي عن بالة جنين. بالة جنين ما اخذتش منها كثير شغلات، كانت هي اكمل لوحه اللي اخذتهم من هناك، واللوحات مش عندي بصالون الفن. بس في حدا ببالة جنين ببيع بوات كثير غاليه، بوصل بوت 200 شيكل و150، هو يعني هو بوت مستخدم، ببيع ب 150 200 يعني كثير 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 غالي. راح احكي عن بالة نابلس هلا. موقعها عند المجمع، مش عارف الغربي او الشمالي، وين فردات اللي بودوا على طوباس وعلى زيتا وعلى الفرع وهي الاماكن هناك بالضبط. راح اورجيكم ايش اشتريت جاكيتات اول اشي بس من البالة. هسا عندي هدول الجاكيتات غير البوات، عندي هذا الجاكيت وراح اجرب كمان قطع البسها لانه كتير حلوين. راح اخلي اشي
بعدني ما تصورتش فيه بس كتير تقيل وكتير حلو، اخدته بخمس شيكل. هذا الجاكيت المفضل الي، انا هذا فحصت عليه على الانترنت كان حقه 350 شيكل، اخدته 30 شيكل، سعر كتير مناسب بالنسبة الي ولكتير ناس بالنسبة لهالسعر هذا. جاكيت روم اصلي 20 شيكل، هذا كان احلى جاكيت بشتريه، شريته 25 شيكل. كل انسان بالحياة بيعرف هاي الماركة، لونه كتير حلو، لونه يعني النص الثاني من لونه كتير حلو. هاي الماركة تبعته، كتير عندي جاكيتات كتير كتير عن جد، اخدته 15 شيكل. اتصور فيه صور كتير حلوة، اخدته 25، اخدته 25 او 30 شيكل مش متذكر، بس انه يعني كتير سعره مناسب. هاي اللوحة كمان جبتها من البالة، اللوحة هاي كان سعرها زي 5 شيكل. في لي صاحب اذا بشوف هذا الفيديو راح يتذكرني، طلب لي باللوحة 500 شيكل ما رضيتش ابيعها. ليش؟ لانها كتير حلوة مستحيل ابيعها. في كمان لوحة هنا رسم برضو ايد كتير حرفيا انا بحب البالة كتير لانها بتميزني بكتير شغلات او بتميز الكل بطريقته الخاصة، بالا انه لبس كتير غريب ببين، وانا بحب هذا اللبس كتير صراحة، وانا مش مصدق انه الدنيا تخلص الاشياء اللي بتصير عشان اروح على البالة. وروح على البالة عن جد راح تشوف كتير شغلات حلوة، بفكر اعمل تور على البالة. اذا موافقيني بالرأي حطوا لي كومنتات وحكوا لي اذا بدكم نعمل اشي عن جد نروح على البالة مع بعض، عن جد انا كتير بحب هاي الشغلة. بس يعني هذا الاشي كنت بحب احكيه، راح اترك لكم من فيديو، راح اترك لكم اياه في الديسكريبشن تحت. فيديو عملت مقابلة مع قناة الحرة على موضوع البالة، بحب كتير اذا عجبكم الفيديو تنشروا الفيديو. طيب يا جماعة بما اني رايح اضبط هاي الاوعية كلها وتغلبت بالفيديو، عن جد بحب تنشروا الفيديو بكل مكان، وروح على البالة، اهم شيء تفاصلوا، دائما لما تاخذ سعر عن حق قطعة نزلها للنص لانك راح تاخذها من اقل من النص كمان، هاي معلومة كثير مهمة في البالة. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا كومنتات وانشروا الفيديو بكل مكان، وان شاء الله بنشوفكم على الفيديو الجاي. يلا بيس. طلعت يا جماعة انا مش راح اضب الاوعية لحالي، لازم اسنان احد يساعدني. صباح الخير يابا. يمه اسف كنت بصور فيديو اليوتيوب عن الاواعي واللبس، بنفع تساعديني اضب ولا الاواعي؟ وقفني جندي قال لي سير صوع تخيل بعد بقال لي وقف قال لي سير صوع وانا ودي اخلي الدنيا تشدي ارصع تخيل ودي اخلي الدنيا تشدي هلا